السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في صفوف الأول والثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنعرض لكم في الفيديو ده كتاب أولى ثانوي وتانية ثانوي من جم الأضواء. كتاب نزل بطريقة جديدة ونزل بعرض جديد، وبالعكس أحلى بكتير كمان من هو كان متفوق السنين اللي فاتت، وبرضه مازال عامل لنا إبداعات في الكتابين دول السنة دي. يلا بينا بسم الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هعرض لكم كتاب الصف الثاني الثانوي وكتاب الصف الأول الثانوي. هبدأ بالثاني الثانوي أول. هو عبارة عن طبعا الأزرق ده كتاب أولى، عبارة عن كتابين زي ما انتم شايفين، كتاب شرح أساسي وكتاب Ongoing Assessment and Booklet. والكتاب اللي هو لونه أصفر هو كتاب الصف الثاني الثانوي، برضو عبارة عن كتابين، كتاب شرح أساسي وكتاب Ongoing Assessment and Booklet. هنشوف الوحدة الأولى في كتاب الشرح معروضة إزاي، وهنشوف كمان القصة لسنة أولى والمسرحية لسنة تانية معروضين إزاي. يلا بينا كتاب الشرح بالنسبة للصف الثاني الثانوي، هنفتحه مع بعض. جاي في الأول طريقة المذاكرة، انت نوعك ايه؟ سمعي ولا بصري ولا حركي؟ تشوف انت طريقتك ايه عشان تحاول تفيدك فيه لما تيجي تدخل المعلومة في دماغك، تدخلها ازاي؟ طريقة مذاكرتك تبقى عاملة ازاي؟ طيب عندنا كم وحدة؟ عندنا 6 وحدات، طبعا من اسهل بفضل الله ما يكون. عندنا كمان مسرحية كينج لير لشكسبير، وتعالوا بقى نشوف الوحده الاولى معروضه ازاي. اول حاجه عندي الوحده الاولى اهي staying healthy، بدا يجيب لي الكلمات الدرسين الاول والثاني زي ما انتم شايفين طريقه العرض عامله ازاي. جاب الفوكابلري بتاعه الليسننج وشريط الفيديو كمان اللي بتبقى موجود في المنهج. عندي اللغه وكتاب الورك بوك الكلمات بتاعته. عندي كمان الديريفاتيفز والجمل والتعبيرات المهمه فوق اهي، وهنا الديريفاتيفز موجوده، وكمان جايب المرادف والمضاد، وجايب تشيك بوينت عليها، وبعدين جايب جزئيه ريدنج والليسننج والليسننج الثانيه اللي موجوده في الورك بوك، وجايب فوكابلري مهمه مركز عليها وفوكابلري ملاحظات عليها بيقارن بين الكلمات، وعندي الجمل كمان وشيك بوينت، وبعدين جزئيه اسئله على الأسئلة كمان في المرة دي عاملها بشكل مختلف. جايب زي ما انتم شايفين الأسئلة هي الخاصة بالمنهج، وكمان جايب عن التعبيرات واللي هي بتيجي أكتر في الامتحانات الوقت اللي هي المضاد والمعنى والاشتقاقات وحروف الجر والتعبيرات على الجمل مكتر فيها أكتر. وبعدين بدأ يدخل في جزئية الجرامر للدرسين الأول والتاني. احنا عارفين إن الوحدة عبارة عن 4 دروس، درس أول وتاني وتالت ورابع، بياخد الدرسين الأول والتاني مع بعض، يجيب الكلمات وبعدين يجيب أسئلة عليهم، وبعدين يجيب برضو الجرامر اللي على الدرسين الأول والتاني ويجيب أسئلة عليهم. زي ما انتم شايفين كده درسين الأول والتاني جايب عليهم الجرامر أهو، شرح الجرامر باستفاضة، وبعدين جاب عليه شيك بوينت، وبعدين جاب عليه أسئلة عشان تتدربوا أكتر زي ما انتم شايفين أهو، وبعدين جاب مراجعة على الوحدة الأولى، جاب الدرسين الأول والتاني أسئلة خلصهم، جاب الدرسين الثالث والرابع من الوحدة الأولى عرضهم برضو الكلمات والنصوص بقى القراءة والاستماع كلها، وبعدين برضو ركز على الكلمات والكلمات اللي شبه بعضها والفرق ما بينهم إيه، جاب شيك بوينت، وبعدين جاب اسئله على الكلمات بتاعت الدرسين الثالث والرابع، جاب بعدها جزئيه الجرامر للدرسين الثالث والرابع وبرده شيك بوينت عليها، وبعدين اسئله على جزئيه الجرامر، وجايب طبعا في اسئله محافظات اهي زي ما انتم شايفين، وبعد كده جاب جزئيه السكيلز المهارات الخاصه بالدرسين الثالث والرابع، وبعدين بدا يجيب امتحان على الدرسين الثالث والرابع من الوحده الاولى. امتحان بيبقى امتحان شامل اهو بقدره الفهم بالترجمه كله. بعد كده جاب جزئية المسرحية اللي المفروض متوزعة مع الوحدة الأولى، فجاب منها مثلا أكت 1 الفصل الأول المشهد الأول منه، جاب الكلمات المهمة بس عرضها لنا بقى إزاي، جاب الأسئلة. إحنا دلوقتي بقت عندنا المسرحية مثلا بتيجي مش الأحداث اللي بتحصل فيها، لا الكلمات المهمة مثلا زي ما هو جايب كده وعرضها لكم، الكلمات المهمة دي اللي في المسرحية بدأ يستخدمها لكم بقى، يجيبها لكم في صياغة أسئلة، جملة عادية قوي تتكلم مش عن المسرحيه ولا حاجه، بس بايه جايب الكلمات المهمه اللي في المسرحيه حاطها لكم في اسئله اختياري. وبعد كده جايب هنا الادفانسد اند اوبن جنرال اكسرسايزز، اسئله عامه على الوحده الاولى،
وجاب بعد كده امتحان الاضواء على الوحده ككل، الوحده بقى بالاربع دروس اللي فيها، الاول والثاني والثالث والرابع بالكلمات بالجرامر بكله بقى كده. خلاص الوحده خلصت، احنا هيبقى ماشي بقى كده لبقيه الوحدات نفس الطريقه دي. في اخر الكتاب بتاع الشرح في عندي مسرحيه كينج لير، جايب المقدمه بتاعتها، بيتكلم عن مين شكسبير، بيعرفكم عليه، بيتكلم على المسرحيه عموما، بعد كده بدأ يتكلم على الشخصيات اللي موجودة في المسرحية، ده عمل ملخص للحدوتة بتاعة المسرحية، الفصل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. طبعا المسرحية بيبقى فيها فصول، لكن الفصل ممكن فيه كذا مشهد. طيب بدأ يعرض المشهد الأول والفصل الأول، المشهد الأول منه عرضه، وبعد ما عرضه زي ما انتم شايفين معانا جاب أسئلة عليه، وبعدين بدأ برضو يكمل العرض بقيت المشاهد اللي في الفصل الاول وهكذا. في اخر كتاب بقى جايب عندي هنا ادفانسد اند اوبن جنرال اكسرسايز، اللي ورا كل وحده جايب الاجابات بتاعتها، لان دي اسئله الادفانسد دي بتبقى من بره المنهج اصلا، فهو جايب لكم، لان ممكن الكلمه بيبقى لها معنى بس ما تتحط في الجمله بتغير معناها، فهو ده اللي موضحه هنا ومعرفكم هو ليه اختار الاختيار ده بناء عليه. الكتاب الشرح هنلاقي شيك بوينت انسرز، اللي هي اجابات على جزئيه الاسئله اللي بتيجي الشيك بوينت ورا كل وحده، وفي الاخر خالص اللي هي تصريف الافعال للفعل في المصدر وزمن الماضي والتصريف الثالث للفعل. ده كده بالنسبه لكتاب الشرح. تعالوا بقى نشوف بالنسبه لكتاب الاخر اللي جاي معاه، كتاب التدريبات ongoing assessment skills، التدريب المستمر او التقييم المستمر والمهارات، وفاينل ريفيجن بوكلت، التجميع لكتاب البوكلت للاسئله. تعالوا نشوف مع بعض محتويات الكتاب من جوه ايه. طبعا ما زلنا في شرح محتوى كتاب الصف الثاني الثانوي. بيقول لي هنا عباره عن مجموعه من البارتس، البارت الاول او الجزء الاول عباره عن انجوينج اسسمنت. تعالوا كده نشوف احسن من جوه في الكتاب نفسه. هذا البارت 1 الجزء الاول، قال لي انجوينج اسسمنت. تعالوا نشوف هو عباره عن ايه. الجزئيه دي جميله جدا وبتفيدنا ليه، لان انا ورا كل وحده عامل لي ايه، بعد ما بنذاكر الوحده من كتاب الشرح بنبدا هنا نشوف الدرسين الاول والثاني عامل لي عليهم املاء تسميع كلمات اهو زي ما انتم شايفين، وكمان عامل لي امتحان سريع على الدرسين الاول والثاني زي ما انتم شايفين، اسئله اختياري وجزئيه لانجوج اهي اللي هي جزئيه الجرامر، وسكيلز المهارات، واللي هي الترجمه عربي وانجليزي. ده بالنسبه للكويز الاول او الاختبار السريع على الدرسين الاول والثاني من الوحده الاولى. طيب عمل برضو املا للدرسين الثالث والرابع زي ما انتم شايفين كده، وبعدين جاب الاسئله كويز 2 على الوحده الاولى اللي هو الدرسين الثالث والرابع، اسئله على الفوكابلري الكلمات، على الجرامر، على المهارات، وجايب جزئيه الترجمه. طيب بعد كده عمل، بعد ما عمل على الوحده الاولى كل درسين مع بعض، عمل امتحان على الوحده الاولى شامل بقى الاربع دروس مع بعض اهو، امتحان شامل كله بكل حاجه بتيجي في الامتحان. بعدها دخل على الوحده الثانيه بنفس الطريقه، يبقى ده الجزء الاول ماشي بيه كده لغايه ايه الوحده الثالثه. طيب نيجي بقى البارت 2، بارت 2 عباره عن السكيلز المهارات. مهاره ايه بقى؟ عندي مهاره الريدنج القراءه بتاعت قطعه الفهم، وازاي نتعامل مع قطعه الفهم ونقراها، وبعد ما شرح ازاي نتعامل معاها والتوجيهات عشان نفهمها، جاب بعد كده اسئله على قطعه الفهم زي ما انتم شايفين اهو، جايب كذا قطعة فهم أسئلة عليها، كذا قطعة، 10 قطعة فهم، وعندي بعد كده الترانزليشن برضو جاب طرق الترجمة نعمل ايه، وجاب بعد كده أمثلة تحويل من العربي من انجليزي العربي، وجاب فهم ازاي او شرح ازاي يحصل الترجمة، وجايب على كل جزء منها تدريب، وبعدين جاب مجموعة من الكلمات المهمة خاصة بكل ايه حاجة زي مثلا وسائل الإعلام، كلمات مهمة خاصة بيها، السياحة وهكذا، موضوعات مختلفة يعني، جايب عليها ايه كلمات للترجمة بتفيد. طيب بعد كده بدأ يجيب تدريبات للترجمة اهي على كل عنصر من العناصر، لو حاجة خاصة بالعلم والثقافة، حاجة خاصة بقضايا المجتمع، ترجمة بقى عربي وانجليزي. دخل بعد كده في جزئية الفوكابلاري بتاعت الكلمات على تدريبات الترجمة، وبعدين جاب جزئية الرايتنج ازاي نكتب، وجميع حاجات الرايتنج جايب عليها امثلة زي ما انتم شايفين، كل دي جزئيه الرايتنج زي ما انتم شايفين معايا، وبعدين والايميل كمان البريد الالكتروني، وجاب بعد كده جنرال اكسرسايزز على الجزئيه دي. بارت 3 الجزء الثالث جايب جنرال ريفيجن مراجعه عامه، جايب بقى المراجعه العامه دي عامل فيها ايه، الوحدتين بقى الوحده الاولى والثانيه،
احنا قلنا الوحده فيها 4 دروس، فهو جايب الوحده تاني، الوحده الاولى والتانيه بالدروس بتاعتها، عمل مراجعه على الكلمات والمضادات والمعاني وجزئيه اللانجوج نوتس، وبعدين جاب اسئله كل ده على الكلمات بس للوحده الاولى والتانيه، وجاب عليها اسئله على الكلمات. وبعد كده دخل بعد ما خلص الاسئله على الكلمات، دخل على الوحده الاولى جاب منها جزئيه الجرامر والوحده الاولى والتانيه جرامر الخاص بيهم، وبعدين اسئله على الجرامر في الوحده الاولى والتانيه. بعد كده عمل امتحان شامل على الوحدتين اللي هو بتاع شهر اكتوبر، دخل بعد كده على الجزئيه الثانيه اللي هو الوحدتين الثالث والرابع، وهكذا بقى بنفس الطريقه اللي عملهم في الوحدتين الاولى والثانيه. جاب برضو اي كينج لير المسرحيه اللي معانا، جاب الكلمات المهمه اللي فيها، جاب الاحداث بتاعها ملخص على الاحداث بتاعتها، جاب اسئله عليها بقى على المسرحيه ككل زي ما انتم شايفين كده، اسئله متنوعه. وبعدين في الاخر بارت 4 بيتكلم عن فاينل تيستس امتحانات نهائيه، بدا يجيب امتحانات زي ما انتم شايفين اختبار تيست 1 اهو، كذا كذا امتحان، وكمان ما اكتفاش بالامتحانات بس، لا جايب كمان امتحانات محافظات هوريكم اهو، بعض الادارات جايب عليها امتحانات، بعض المدارس وادارات، لغايه اخر الكتاب بالشكل ده. كده خلصنا مع بعض عرض كتاب الصف الثاني الثانوي. تعالوا بقى نبدا في عرض كتاب الصف الاول الثانوي. كتاب الصف الاول الثانوي قلنا عباره برضو عن كتابين، كتاب الشرح الاساسي اللي هو معانا، والكتاب الثاني اللي هو كتاب التدريبات والمراجعه، برضو كتاب بادئ بنفس الطريقه، عشان كده احنا بنعرض كل مرحله بتبقى مع بعض، ان كل مرحله بيبقى فيها نفس طريقه المنهج ونفس طريقه عرض الاسلوب بتاعه. فانا عندي هنا برضو بدا يجيب الاسئله، يشوف انت طبيعتك مثلا بتعرف تذاكر ازاي، بصري ولا سمعي ولا حركي، تستخدم حاجات بايدك او تكتب بايدك ولا بتشوف وتسمع. طيب عندي كمان، احنا كلنا عموما عندنا الثلاث حاجات، ولكن بتبقى في حاجه اكتر من حاجه، ف او في حاجه احنا منميينها عندنا شغالين عليها اكتر، فدي اللي بتريحنا في المذاكره، فهي اللي يعني كلنا فينا الثلاثه، ولكن انهي الاكتر اللي بتساعدك في الفهم، فده اللي انت بتختبر نفسك بقى بالاسئله اللي الاضواء اعملها لك هنا وبتعرف. طيب عندي هنا المنهج عباره عن ايه؟ عباره عن 6 وحدات، عندي كمان القصه الجميله تريجر ايلاند، جزيره الكنز. عندي بعد كده تعالوا نشوف عرض ازاي الوحده الاولى في الكتاب والشرح، وبعد كده نشوف على القصه. ادا اول حاجه الوحده الاولى قلنا فيها 4 دروس برضو، الدرس الاول والثاني بناخدهم مع بعض، وبعدين الدرس الثالث والرابع هياخدهم مع بعض. برضو عرض الكلمات في الاول بالدرايفيتيفز الاشتقاقات بتاعتها، الفاعل والاسم والصفه، وعرض كمان حروف الجر والايتمز المصطلحات والتعبيرات. عندي كمان المرادف والمضاد، ودي حاجه طبعا بدات في منهج اهوت عندنا بتاع ثانوي. وبعدين جزئيه الريدنج تكست، نصوص القراءه ونصوص الاستماع والنصوص اللي في كتاب الورك بوك، وجايب بعد كده هنا الشيك بوينت دي اللي بيبقى الكتاب حاللها في الاخر، مكمل بشرح الكلمات والحاجات المهمه والفرق ما بين كل كلمه والثانيه زي ما انتم شايفين، في بعض الكلمات بتبقى شبه بعضها فنفرق ما بينهم. وبعدين برضو جايب شيك بوينت تاني، قلنا الشيك بوينت دي اللي بيبقى الكتاب موجوده الاجابات بتاعتها في اخر الكتاب. عندي وقت اوريها لكم. عندي بعد كده عمل، احنا شرح الوقت الدرسين الاول والتاني جزئيه الكلمات فيهم، جاب اسئله على جزئيه الكلمات كلها، وبعدين دخل بقى على الجرامر بتاع الدرسين الاول والتاني شرحه وفهمه، وبعدين بدا يجيب اسئله، طبعا الشرح بيبقى مستوفي كتير، وبعدين بدا يجيب اسئله على جزئيه الجرامر للدرسين الاول والثاني، وبعدين جاب امتحان على الدرسين الاول والثاني من الوحده الاولى كده، ده امتحان كامل اهو. وفي في الاخر ايه، ازاي تعمل تقييم لنفسك بالنسبه زي ما انتم شايفين هنا لكتابه الباراجراف، شوف العناصر اللي انت وفيتها ولا لا، استخدمت اكتر من 4 كلمات جديده، استخدمت تكوين تركيب جمل صح ولا استخدمت عناصر عناوين رئيسيه جميله، واي رود وكتبت الخاتمه ولا لا، وكمان بينبهك يعني اي يوز ذا رايت بانكتويشن، علامات الترقيم استخدمتها صح ولا لا، بياكد الحاجات المهمه في كتابة الباراجرافات او الاساي، لان خلاص كبرتم بقى عندكم مقال عادش باراجراف. طيب عندي بقى الدرسين الثالث والرابع، برضو دخل فيهم الثالث والرابع من الوحدة الاولى، احنا قلنا الوحدة فيها 4 دروس، اخد درسين الدرسين الاول والثاني من الوحدة الاولى، وبعدين دخل على الدرسين الثالث والرابع من الوحدة الاولى، عرض الكلمات
بعد ما بيعرض ايه الكلمات بتاعت الدرسين وجزئية النوتس عليها، ملاحظات على الكلمات، وجزئية الريدنج نصوص القراءة والاستماع، وكله بدأ يجيب أسئلة على جزئية الكلمات الخاصة بكل ده. بعدين دخل على الجرامر للدرسين الثالث والرابع، شرحه وجاب أسئلة عليه، وجاب أسئلة على الدرسين الثالث والرابع بقى بالكلمات بالجرامر بكله. أدى امتحان أهو. وبعدين بدأ يعمل بقى ياخد جزئية القصة، الكلمات المهمة الخاصة بالقصة وأسئلة عليها، الأسئلة اللي هي الحديثة بقى في القصة، اللي هو ما بيجيبش أحداث القصة، لا بيجيب لك الكلمات الجديدة المهمة في القصة ويدخلها لك في جملة، وانت بقى بتختار بناء على فهمك وحفظك للكلمات ومعناها في سياق القصة. عندي Advanced and Open General Exercises، دي أسئلة بتبقى من بره المنهج ولكن منفتحة شوية، وبيبقى الكتاب حللها في آخر كتاب هوريها لكم برضو. عندي هنا بعد كده عامل امتحان بقى شامل على الوحدة الأولى ككل، كده الوحدة عرضها خلص. بيمشي بقى بنفس الطريقة دي في الوحدات التانية والتالتة لغاية الستة. في آخر الكتاب جايب القصة تريجر آيلاند، وجايب الشرح بتاعها، الأحداث بتاع القصة. طبعا هي عبارة عن الريتور، راوي بيروي لنا القصة، شرح بتاعها موجود باستفاضة على القناة بتاعتنا بالانجليزي اسهل مع مستر سامي. وعندي كمان بعد كده جايب أسئلة عليها برضو النظام الجديد، كده القصة بيشرحها وبيجيب أسئلة عليها أو بيعرض لنا القصة زي ما انتوا شايفين. وفي الآخر عندي بقى ال Advanced and Open General Exercise Answers، إجابات لجزئية الأسئلة. لما قلت لكم إحنا دلوقتي بنتكلم قلت في أسئلة Advanced، وكتاب جايب إجابتها في الآخر. أدي الإجابات على كل وحدة أهو. وبعد كده كمان عندي إجابات على الشيك بوينت اللي هي ورا كل برضو درس في الوحدات. وعندي كمان تصريف الأفعال عشان لو عايزين تفتكروا حاجة، المصدر والماضي والتصريف الثالث للفعل. ده كده كتاب الشرح الأساسي للصف الأول الثانوي. تعال بقى نشوف كتاب Ongoing Assessment Skills، كتاب تقويم مستمر، وكتاب هو عبارة عن تقويم مستمر واختبارات ومهارات وفاينل ريفيجن بوكلت، وكمان كتاب للمراجعة النهائية. تعال نشوف الكتاب ده محتواه ايه، لأنه مهم جدا وجميل. الكتاب ده مكون من 4 أجزاء، مش عشان قبل الامتحان نمسكه بس، لأ ده هو كتاب عبارة، أول بارت فيه مهم قوي عبارة عن Ongoing Assessment. تعالوا نشوفه. يقول لي هنا جايب الوحدة الأولى، جايب لي الدرسين الأول والتاني منهم إملاء كلمات، وبعدين بعد ما جاب إملاء الكلمات عامل امتحان سريع على الدرسين الأول والتاني، على جزئية الكلمات والجرامر والمهارات الترجمة. وبعدين جاب بعد كده الدرسين الثالث والرابع من الوحدة الأولى، وجاب اختبار عليهم برضو زي بنفس الطريقة، وبعدين عمل امتحان على الوحدة الأولى ككل بالدروس بتاعتها. دخل بعد كده الوحدة التانية بنفس الطريقة. الجزء التاني من الكتاب عن السكيلز، المهارات، جايب مهارة قطعة الفهم ازاي نتعلمها، وجايب أسئلة عليها، مجموعة من الأسئلة على قطعة الفهم. وبعدين دخل في جزئية الرايتنج، مهارة الكتابة، وجايب حاجات كتير تساعدنا في الكتابة، وبعدين جايب أمثلة عليها. كل ده خاص بالكتابة، مقالات بقى وأنواعها، كل ده كله، والإيميل، وأسئلة عليه. وبعدين جايب الترانزليشن، الترجمة، طريقة حل الترجمة. وبعدين جايب كلمات كتير عن الترجمة، وجايب أسئلة عن الترجمة كتدريب برضو في جميع المجالات. وبعدين انتقل لبارت 3 جنرال ريفيجن، مراجعة. اخد وحدتين، قلنا الوحدة فيها 4 دروس، فهو اخد هنا الوحدة الاولى والتانية بالدروس بتاعتها، عمل عليها الكلمات المهمة وجاب اسئلة على الكلمات اهو. وبعدين دخل على وبعدين جاب على اسئلة على القصة من الفصل الاول للتالت. وبعدين جاب الكلمات جرامر، خلصنا الكلمات نبدأ في الجرامر على الوحدة الأولى والتانية وأسئلة عليها. وبعدين عمل امتحان على الكلمات والجرامر للوحدتين الأولى والتانية. وبعدين دخل بقى على الوحدتين التالتة والرابعة بنفس الطريقة لغاية لما بيخلص وحدات الكتاب. بعد كده عندنا الجزء الرابع Final Tests، امتحانات بقى، جايب مجموعة من الامتحانات زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين مجموعة طبعا كتير من الامتحانات لغاية الامتحان السابع. وبعدين جاب امتحانات بعض المدارس والادارات زي ما انتوا شايفين لغاية اخر الكتاب.
كده خلصنا عرض معاكم الكتابين الأول والثاني الثانوي من كتاب جيم الأضواء. دمتم في أمان الله.